بالطبع أثار هذا الفيديو الذي انتشر كالنار في الهشيم موجة من الغضب الشديد في الشارع العراقي، واستغرب بعض المعلقين ما وصل إليه حال بعض أهالي العراق جراء الفساد ونهب مقدرات الدولة، الأمر الذي دفع بالناشطين العراقيين إلى الشارع للتظاهر ضد الفساد الحكومي وتردي وسوء الخدمات المقدمة لمختلف الشرائح. لتشهد شوارع العراق بعدها اشتعال بالتظاهرات التي لاقت تفريقا من قبل قوات الأمن أسفر عن مقتل 3 متظاهرين وإصابة آخرين، وانتشرت فيديوهات كثيرة على كل مواقع التواصل الاجتماعي توثق ما حدث. برغم أن هذه التظاهرات شملت عدة مناطق ومحافظات عراقية، إلا أن الناشطين استخدموا هاشتاغ ساحة التحرير. طبعا ساحة التحرير لها رمزية مهمة في الحراك العراقي على مدار السنوات الماضية، وثقوا من خلاله كل الأحداث. من جهته قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى القاضمي إن حكومته فتحت بالفعل تحقيق في مقتل المتظاهرين، وإن التظاهرات هي حق مشروع، بينما حذرت وزارة الداخلية العراقية من أن أجهزة الأمن قد تمكنت من كشف مجموعات إجرامية وصفتها بالخطيرة في ساحة التحرير. هذه المجموعات هي بتقول إنها بتسعى لصنع الفوضى وافتعال الصدمات مع الأجهزة الأمنية على حد وصفها. حرق القيام وحرق جزء كبير من حديقة الأمة قرب نصب التحرير. التحرير تباد يا عالم، والأعداد كلش قليلة. سيناريو البارحة قاعد ينعاد، نفس السيناريو قاعد ينعاد، وهاي الإصابات يعني تشوفون المسعفين قليلين وما يلحقون. معنا من أربيل الإعلامي والناشط السياسي سيد عمر الجمال. سيد عمر أهلا بك معنا، يعني نتابع ما حدث، فجأة اشتعلت الأمور وأصبح هناك صدمات إلى درجة وصول أو حصول عمليات قتل بين المتظاهرين. كيف اشتعلت الأمور وصلت إلى هذا الحد بين ليلة وضحاها في العراق، وكيف تقيم أداء الحكومة وتعاملها مع المتظاهرين ومطالبهم؟ فيما يتعلق ب يعني كيف اشتعلت الأحداث مؤخرا، يعني سجل الناشطون ووثق الثوار في ساحة التحرير بأن هنالك أيادي خفية تعبث بالتنظيم الذي العالي للتظاهرات وانضباط الحركة الاحتجاجية، ويعني الذكاء الذي يعني يتكتك به الثوار في التعاطي مع الأحداث الدائرة في العراق. لم تنوي التنسيقيات أو يعني كل الخيام في ساحة التحرير، لم تنوي التصعيد في اليوم الذي اشتعلت فيه الأحداث. ثبت لدى البعض بأن هنالك آيات خفية تحدثت عنها قيادة العمليات المشتركة، تحدث عنها سياسيون مناهضون للسلطة، تحدث عنها ثوار بأن هنالك مجموعة من المتظاهرين يبدو أنهم مندسون في الساحة أشعلوا فتيل الأزمة وصنعوا الصدام بالتزامن مع هجوم لقوات مكافحة الشغب، واستدرج بعض المتظاهرين والمعتصمين وبعض الخيام إلى هذا التصعيد، وبالتالي حدث ما حدث وتبين بأن هنالك قتلة كانوا متأهبون لقنص المتظاهرين القيادات. هذه يعني هي النقطة المهمة إذن، أبرز الناشطين الذين سقطوا هم ليسوا قوات الداخلية. بالفعل سيد عمر أشارت إلى هذه النقطة وقالت إن هناك عناصر وصفتها بالإجرامية هي التي قامت بالاندساس وسط المتظاهرين. هل من الصعوبة معرفة من هي هذه العناصر؟ ما هي مصلحتها؟ إلى أي تيار تنتمي؟ بالتأكيد واضح أنها التيار المتضرر من هذا الحراك الشعبي، بأنها التيار المرتبط بالجارة المؤذية للعراق، مرتبطة بالميليشيات
وواضح بأنها تعمل على صنع أزمات متتالية لإحراج حكومة الكاظمي التي لم يرضى عنها المتظاهرون إلى حد هذه اللحظة. قد رضي عنها بعض المتظاهرون، هنالك من ينتظر يعني مخرجات الحراك الذي يقوم به الكاظمي على مستوى الأمن، على مستوى الخدمات، على مستوى محاربة الفساد، على مستوى تأمين المنافذ، إصلاح الأوضاع. لكن هنالك تيار آخر أيضا كبير في الاحتجاجات غير راضي عن الأداء الحكومي، ويعمل بتنسيق يعني بتنظيم عالي على إخراج تظاهرات، كما رأينا بالأمس خرجت تظاهرات تنادي بضرورة الكشف عن قتلة المتظاهرين والكتاب على رأسهم الشهيد هشام الهاشمي. وكل ما يجري من حراك غير منظم لم يتفق عليه كل الثوار، بالتالي هو واضح بأن خلفه أيادي خبيثة. نشاهد اليوم حملات على مواقع التواصل الاجتماعي للتيارات السياسية المناهضة للحراك الشعبي، اليوم تقف مع التظاهرات في أمر غريب ومشخص من قبل الثوار، بحيث أطلقوا اليوم حملة على مواقع التواصل الاجتماعي وقالوا أوقفوا التصعيد، لا مصلحة في هذا الوقت من التصعيد في الشارع على أي صعيد، لأن هنالك أيات خبيثة تحاول استغلال هذا الحراك الشعبي. شكرا جزيلا لك على هذه الإيضاحات وتحليلات من أربيل، العالمي والناشط السياسي سيد عمر الجمال.